دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كافة الوزارات والمؤسسات لرفع علم الدولة بشكل موحد الساعة 11 صباحا يوم 3 نوفمبر القادم الذي تحتفل الإمارات فيه بيوم العلم. وأضاف سموه: سيبقى علمنا مرفوعا، سيبقى رمز عزتنا ووحدتنا خفاقا، ستبقى راية عزنا ومجدنا وسيادتنا عالية في سماء الإنجاز والولاء والوفاء.